الأرض سفينتنا الفضائية. مرحبا بكم في رحلتنا الممتدة عاما حول الشمس. سيصحبنا خلال رحلتنا تابعنا القمر. ها هو ذاته على شاشتنا، وفي الوقت ذاته خارج نافذتكم. شاشتكم هي قوة في سفينة الفضائية الأرض. القمر يستغرق حوالي أشهر في دورانه حول الأرض. إن رؤية القمر من الأرض تظهره وكأنه يتبع خط الشمس تقريبا، فهو يظهر في الشرق ويغيب في الغرب كالشمس تماما. لكن الشمس تشرق في الصباح وتغيب في المساء، لأن الأرض تدور فيما تظل الشمس ثابتة في مركز المنظومة الشمسية. لذلك فإننا نرى الشمس وقت الظهيرة في المكان ذاته من السماء باتجاه الجنوب. الأمور مختلفة فيما يتعلق بالقمر. القمر يدور ببطء حول الأرض مبدلا موضعه كل يوم. غدا وفي الوقت ذاته لن تراه في موضعه نفسه كاليوم، يكون على عرض قبضتين نحو اليسار. خلال تقدمه في مساره يشكل القمر خطا مع السيارات البعيدة، متيحا لنا فرصة تحديد مواقعها في السماء. زحل مثلا في الطرف الآخر من المنظومة الشمسية. ها هو القمر، وهنا على عرض قبضة نحو اليسار زحل. إذا رسمت إحداثياتك من زحل يمكنك قياس إزاحة القمر. فذات مساء يكون القمر على يمين زحل، وفي اليوم التالي سيكون قد انتقل إلى يساره. يبدو القمر كل ليلة وكأنه تحرك قبضتين نحو اليسار، وكل ليلة يمر القمر متأخرا 50 دقيقة عن الليلة التي سبقت. 50 دقيقة هي الوقت الذي يستغرقه القمر للسفر عرض قبضتين للظهور حيث كان بالأمس في الوقت نفسه. في كل مساء يكون القمر مختلفا، وهو لا يكف عن التغيير. يوما يكون هلالا، وفي الآخر يكون تربيعا، وفي اليوم الذي يليه يصبح أحدبا. ولكن لماذا هلال؟ في الفضاء يكون أحد نصفي القمر فضاء بواسطة الشمس، أما من الأرض فإننا نرى القمر بمنظور آخر. إنه ينحرف بالنسبة إلينا قليلا عن الشمس كل يوم، وعندما يبتعد القمر قليلا عن الشمس يبدو وكأنه تعرض لإضاءة خلفية، ولا يمكننا أن نشاهد سوى جزء صغير من نصفه المضاء بواسطة الشمس. إنه الهلال. لقد غابت الشمس، إنها هناك إلى اليمين تحت خط الأفق، ومن هناك تنير القمر. الهلال ما زال مسلطا نحو الشمس. طبعا الشمس هي التي تنيره. يبتعد القمر كل يوم قليلا عن الشمس، ونحن نرى كل يوم من الأرض جزءا أكبر من نصفه المضاء. الهلال الذي يكبر كل يوم ويصبح بالتالي تربيعا. في طور التربيع يخرج القمر من مدارنا ويعبر الممر الذي سبق للأرض أن سلكت. تدور الأرض مرة كل يوم. خلال هذا اليوم يواصل القمر سيره، لذا نراه انحرف نحو اليسار، وسوف يصل زاوية الأمس بعد 50 دقيقة. في عبوره لمدار الأرض يصبح البدر نقطة إرشاد تسمح لنا بتصور مسارنا. عادة لا نستطيع إدراك الجهة التي تذهب إليها الأرض، ولكن ليلة التربيع نستطيع رؤية المكان الذي جئنا منه.
حيث نرى التربيع كانت الأرض منذ 4 ساعات. انظر إلى ساعتك وانظر إلى القمر هناك في تلك النقطة في السماء حيث كانت منذ 4 ساعات. وفي غضون 4 ساعات سيأخذ التربيع موقعك، سيكون هناك حيث تقف الآن لمرة واحدة. خلال نظرك إلى الهلال يمكنك تصور المسار الخفي الذي يحملنا مرة في العام حول الشمس. خلال ابتعاد القمر أبعد فأبعد ماراً متأخراً 50 دقيقة كل يوم، فإنه يظهر في النهاية ليس في الليل فقط وإنما في النهار أيضاً. وعند دخوله الربع الثاني من مداره يصبح وضاءً، بحيث يمكن رؤيته نهاراً وتحديداً ظهراً في الجنوب الشرقي. من أين يأتي القمر؟ حقيقة لا نعرف بالتحديد، ربما في البداية عندما لم تكن الأرض البدائية غير متراصة بعد وكانت تدور بسرعة شديدة، أفلت جزء منها وبدأ يدور حول الأرض. وربما جاء القمر من مكان قصي من المنظومة الشمسية مقتربا كثيرا من الأرض، بحيث شدته جاذبيتها ووضعته في مدارها. وربما وقع اصطدام مع أحد الكويكبات وتكثفت الشظايا لتشكل القمر الذي نعرفه، قمر يصاحبنا في رحلتنا حول الشمس. خلال رؤيتنا للقمر وهو يتحرك كل ليلة يمكننا تخيل مساره حول الأرض. بإمكاننا تخيل الحيز الذي يتحرك فيه القمر حول الأرض. وعندما يتأخر القمر 50 دقيقة يحدث تحول في الزمن، لذلك فإن الأمر ذاته يتكرر في المكان والزمان. وخلال رحلتنا سنرى أن المكان والزمان على صلة وثيقة. نحن ننطلق في مدارنا بسرعة 107,000 كيلومتر في الساعة. في غضون 2 شهر سنكون في نقطة الربيع، وهي نقطة في المكان والزمان. لابد أن ننظر إلى القمر الكامل البدر عندما يكون على مستوى واحد مع الأرض والشمس، يلتقط ضوء الشمس كاملا. هذا هو البدر. في هذه النقطة بالذات يعكس القمر ضوء الشمس كله تقريبا على الأرض. وفي الشتاء يصعد البدر إلى كبد السماء، فيما الشمس كما هو الحال في الشتاء تظل منخفضة جدا. فما سبب هذا الاختلاف؟ لابد أن ننتقل إلى الفضاء لنرى هذا. في رحلته حول الأرض يرينا القمر دائما الوجه ذاته. لماذا؟ إنه مرتبط بالأرض كما هو حال عطارد الصغير بالنسبة للشمس العملاقة. لذلك لابد أن نرى ذلك في الفضاء، لأن الكتلة هي المسيطرة. هل لجميع الكواكب السيارة أقمار؟ سنسافر وننظر حول المريخ والمشتري. وزحل. رحلة ممتعة بين الكواكب السيارة. نتمنى لكم أوقاتا سعيدة على متن السفينة الفضائية الأرض.